ياسمين ابنة الفنانة المصرية سوسن بدر تظهر لأول مرة لن تصدق من هي ابنتها الفنانة المشهورة، ستصدمكم حتما. إذا كان الفن به نجمة كبيرة وذات أهمية مثل الفنانة سوسن بدر، فلا بد من التحدث عنها والبحث عن كل المعلومات عنها، ذلك لحب الجمهور الشديد لها. فهي قدمت العديد من الأدوار الهامة التي تميزت بقوة الأداء وأسلوبها المميز، فهي فنانة لمعت بين جيلها. تعرف على ابنتها، مفاجأة لن تتوقعها. معظم جمهور الوسط الفني يعلم أن الفنانة سوسن بدر لديها ابنة واحدة تدعى ياسمين أسامة أبو طالب، والتي تخفيها عن الجميع والإعلام ولا تظهرها في وسائل الإعلام، لأنها تعتبر هذا الأمر من المسائل الخاصة والأسرار التي لا يجب أن يعرفها الجمهور. إلى أن تبادل جمهور ومحبين سوسن بدر صورة لها مع ابنتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت جميع التعليقات التي كتبها المعجبين تسير في اتجاه واحد، وهي إنها تشبه أمها بشكل كبير، ومن الممكن أن يطلق عليها الجمهور نفرتيتي الثانية كما أطلقوا على أمها. ياسمين تعمل في نفس مجال والدتها، فهي إعلامية ونجمة مشهورة جدا في الوسط الإعلامي والفني، فهي تعمل أيضا في المجال الفني والإعلامي، ومن المتوقع أن تسير على نفس نهج والدتها الفنانة سوسن بدر. يعتبر سوسن بدر ليس اسمها الحقيقي، وإنما اسمها بالكامل سوزان أحمد بدر الدين أبو طالب، إلا أنه من كان له الفضل في تغيير اسمها المخرج الكبير شادي عبد السلام، الذي أعطاها اسمها الفني الذي صاحبها طوال مشوارها الفنية والذي نعرفه بها الآن. كما ولدت سوسن بدر عام 1957، كما إنها من أسرة فنية كبيرة، حيث إنها ابنة الفنانة آمال سالم التي اشتهرت في السينما المصرية بشخصية الخالة أمونة في مسرحية رايا وسكينة. وكانت الفنانة سوسن بدر لم تكتب لها الاستقرار في زواجها، حيث إنها تزوجت لما يقرب من 7 مرات، واسم أزواجها هم أسامة أبو طالب والد ابنتها الوحيدة ياسمين، وهو طبيب مشهور جدا، محسن زايد، باسل محفوظ، نجل محفوظ عبد الرحمن، وفريد المرشدي، نجل المنتجة ناهد فريد شوقي، والشاعر سامح العلي. وبالطبع هذا العدد ليس بالقليل بالنسبة لهذه الفنانة الكبيرة. ومن أبرز المحطات في حياة سوسن بدر إنها ارتدت الحجاب بعد زلزال عام 1992، إلا إنها خلعته بعد 2 فقط. ومن أكبر المشاكل التي تعرضت لها ابنتها ياسمين في عام 1996، اتهمت في القضية المعروفة إعلاميا بعبد الشيطان، وكانت تحمل من العمر إنزاك 16 عام، وبعد ذلك اختفت ابنتها عن الوسط الإعلامي لفترة طويلة، إلا إنها ظهرت مؤخرا وهي ترتدي الحجاب في تلك الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وجه كلمة للفنانة سوسن بدر على أعمالها الفنية بالسينما المصرية، وهل تشبه ياسمين والدتها الفنانة المصرية القديرة سوسن بدر أم لا؟